الفقرة دي منورنا كابتن عادل تعيمة، وفي ملفات هنتكلم معاه فيها سواء خاصة بالنادي الأهلي محليا أو إفريقيا، ولكن هنبدأ بالمؤتمر أمس اللي فيه كلام كتير برضو لازم يتقال. صباح الفل كابتن عادل. صباح الخير. صباح الخير منورنا كابتن، كل سنة وحضرتك طيب وأهل طيب. بيتك بخير يا رب. طيب يا كابتن. بداية فعلا لازم يعني نتوقف عندها، مؤتمر شيك قوي شفناه امبارح واتقال من خلاله كلام في منتهى الأهمية، وتم استعراض إنجازات غير مسبوقة، يعني كيف رأيت هذا المؤتمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هما في أربع نقاط. نمرة واحد بتبقى مبدأ وتكريم، دي كانت أهم حاجة. نمرة اثنين التزام قديم، ثم توضيح، ثم التزام جديد. ده الملخص بتاع المؤتمر بتاع امبارح. المبدأ الأولاني وهو التكريم والمبدأ. المبدأ أن أنت بتهتم بالعنصر البشري، لأن العنصر البشري أهم حاجة في الدنيا ربنا خلقها، أن العنصر البشري هو اللي بيعمل كل حاجة. ده معجزة ربنا في البني آدم. فأنا لما أكون في النادي الأهلي بهتم قوي بالرموز بتاعتي، بكرمها المستشار فهمي كابتن حسن حمدي وكابتن حسن مصطفى موسيماني كابتن سيد عبد الحفيظ، العمال قبل دول ودول العمال الموظفين، ف الجماهير كله والجماهير. فطبعا الكابتن ركز على الحته دي تركيز كامل. فالمبدا ثم التكريم، ودي حاجه طبعا انا بحييه جدا عليها انه ما فاتتوش. وقبل ده وده برضو بيشكر ربنا انه وفقنا قوي ان احنا نعمل الانجازات دي في الاربع سنين. الحاجه الثانيه التزام. انا كنت موجود في الانتخابات الاربع سنين اللي فاتوا، يعني كنت موجود في الفتره ديت وكنت بحضر دايما الندوات. كان هناك برنامج، البرنامج ده كابتن شرحه امبارح وقال ايه اللي انجز من خلاله في خلال الاربع سنين. صحيح. فكان شرح وافي. الحاجه الثانيه توضيح. في شركات اتعملت، شركة كورة، شركة خدمات، شركة منشآت رياضية، اللي هي البنية التحتية والاستادات، الحاجات اللي فيها بنية تحتية بتتعمل للنادي. فطبعا ياسين بيه منصور قال الشركة بتاعته بتعمل ايه، وقال ان في اربع خطوات، في خطوتين منهم اوكي خلاص تموا، وبنشتغل في الثالث والرابع بحيث ان 1/7 يكونوا خدوا كل المنظومة. طبعا الشركه الثانيه وشركه الخدمات اظن الوزير راشد. نقطه في كده كابتن عادل، انا السياحيه والمنشات الرياضيه، بس احنا مش التفاصيل اللي عايزينها على قد بصراحه. بقى لما نيجي نتكلم عن نادي كبير، بيجي دلوقتي يعني رئيس النادي بيتحدث عن ما تم وان هو بيرشح نفسه مره ثانيه. هل حضرتك المشهد ده موجود في حته تانية شفناه؟ ما هي دي بقى النقطه، وهو ده الرقي، وهو ده الاحتراف اللي انا بتكلم عنه، او دي اللقطه تحديدا. يعني انا بوريكم كل حاجه، ويمكن ده الكلام ده انا وكريم قلناه في البدايه لما كابتن خطيب كل المعلومات بيقولها لك وبالواقع وبالورق وبالمستندات وبالصور. بس النقطه دي ممكن استاذن حضرتك نروح لبس فاصل الاذان ونرجع ليها. فاصل سريع جدا ونرجع نكمل مع حضراتكم. كان الفاصل الأخير ولسه حديثنا مستمر مع كابتن عادل تعيمة، وفتحنا مع حضرتك ملف مؤتمر أمس والمشهد الراقي. لو حضرتك عندك أي تعقيب آخر بعد كده نخش بقى على الأهلي وملفاته المختلفة. اتفضل. وطبعا زي ما حضرتك تفضلتي إن هو اللي حصل امبارح يعني قليل جدا في العالم إن حاجة تحصل بالرقي ده. بالظبط. والأعضاء الجمعية العمومية كلهم موجودين، حتى في أعضاء مجلس إدارة ودام مش هيترشحوا وذلك كانوا موجودين. صح. وده اللي دايما بيثبت ان النادي الاهلي ما فيهوش معارضه، هو في انتخابات ومنافسه شريفه، كل واحد بيتنافس علشان يخدم الكيان ده. ومجرد الانتخابات ما بتخلص يبقى كله مع بعض كيان بقى واحد، مصلحه واحده. طبعا كده. فاللي حصل امبارح وان انا بقدم نفسي للاعضاء الجمعيه العموميه بعد ما وضحت الاربع نقاط اللي انا قلت عليهم، فطبعا ده قمه الرقي. تمام. نروح بقى على النادي الاهلي، وعندنا مباراه في منتهى الاهميه يوم السبت الجاي ان شاء الله، لقاء العوده امام بطل النيجر. حضرتك شايف ايه مبدئيا فيما يتعلق بالمباراه الاولى، وتوقعاتك بشكل عام فيما يتعلق بالنادي الاهلي والفتره الجايه هيكون الامور فيها عامله ازاي؟ والله في نقطه انا محيراني بقالي فتره الحقيقه اللي هي وهي هبقى ضد التيار معلش يعني. وماله؟
انا كراجل بعشق النادي الاهلي وانا متربي صغري في النادي الاهلي وخدمت في النادي الاهلي فتره طويله، الموجه اللي مخليه عايزين جمهور النادي الاهلي يحزن ويبقى في حزن شديد وفي قهر شديد انه ما خدش الدوري. انا واخد 6-7 بطولات وبانجاز ما حصلش قبل كده، بتاخد في 4 شهور بطولتين افريقيا طبعا، ثالث كاس عالم طبعا، بتكسب فرق بتلعب مع بايرن ميونخ وبعدين بتسافر وتروح وتيجي. انا في قلنا قبل كده انت في اسبوع رحت من الجونه للسويس لاسكندريه. اللعيبه دي زي ما قال كابتن خطيب امبارح، اللعيبه دول فعلا جيل من الاجيال العظيمه جدا في تاريخ النادي. فالموجه بقى ان انا ابقى انا حزين ازاي؟ طب ما دوري ضاع، طب ما انا اقارن نفسي، طب شوف بقى برشلونه وريال مدريد خدوا ايه السنه اللي فاتت؟ السيتي خد ايه؟ يعني خد دوري، طب والباقي؟ ويتغلب في ليفربول خد بطوله واحده، طب وبقيه البطولات؟ في اخطاء. الاخطاء اللي عندنا تكاد تكون 10%، انما 90% انا قلت الدوري وقلت هنا مع حضراتكم الدوري كان بفعل فاعل. يعني انا مش عايز احلف، الدوري كان بفعل فاعل. 28 نقطه اتاخدوا من النادي الاهلي. وبعدين الماتش بتاع السوبر ده ماتش واحد وارد جدا في العالم كله ان يبقى فيه الحاجه دي. الحاجه الثانيه بقى، كل الانديه القويه اللي موجوده في بطوله افريقيا يا اما اتغلبت يا اما اتعادلت. سان داونز متعادل، الوداد مغلوب، النجم الساحلي اتغلب، ده الماتش اللي فات. ولسه طبعا الماتش الثاني احنا ما اتغلبناش، ادينا مباراه مش جيده، لكن النتيجه جيده جدا. في ظل ايه بقى؟ في ظل درجه حراره 40، في ظل اللي ما لعبش كوره وما شافش كوره يعرف ان الملعب لما تنزل بتلاقي التلفزيون جايب لك الارضيه خضراء ومستويه وجميله جدا. طب انزل بقى. الكلام ده حضرتك كنت لما كنت بشتغل كمدير فني لما بننزل الاستاد زمان حضرتك تلاقي النجيله خضراء جميله جدا، طب امشي بقى فيها حفر. علشان كده اللعيبه تلجأ ان هي تلعب الكرات العاليه. ما فيش حد اتكلم في اي استوديو تحليلي ان الولاد دول كانوا بيلعبوا بعنف غير طبيعي لدرجه ان كان بيخش بالبوكس في وش السوليه. الجول لما دخل وعمل ضربه جزاء ده ربنا ستر ان محمد شريف ده ما جالوش صليبي، ده راجل دخل برجلين اتنين عامل معاه مقص واخد ركبته. لما لعيب عنده فكر ان انا برضو الحكم ما بيدينيش الحمايه الكافيه فيبقى في ضربه جزاء وقدام عينه بيوطي علشان يشوفها مش عايز يحسبها. هل خايف؟ هل ايه؟ الله اعلم. فكل الامور دي لما انا احسبها وانا كلاعب في الملعب برضو انا بني ادم برضو بخاف على رجليا لان الحكم ما بيدينيش، ده مدينا احنا 4 انذارات هم مش واخدين انذارات. بيلعبوا بعنف غير طبيعي. فانا مش باجي مبرر، لكن برضو في بدايه موسم انا في اعتقادي ان الولاد دول ما خدوش راحه. الولاد دول بيلعبوا في ظروف صعبه جدا، اولا هم سافروا يوم الاربعاء ولعبوا الجمعه، فطبعا ده وقت قصير جدا. طب هو معنى كده ان احنا ممكن نقضي الموسم اللي جاي كله برضو بنتكلم في نفس الحاجات اللي كنا بنشتكي منها في الموسم اللي فات؟ لا، الوضع مختلف دلوقتي لانك انت عملت تدعيمات لخمس ست لعيبه الاعارات اللي رجعت. هيبقى عندك تيمين، مش هيبقى في نوع من الايه بقى، لا يبقى في اولا تدوير واللعيبه قريبين جدا من مستوى بعض. لما تلاقي هاني وتلاقي اكرم، هتلاقي علي معلول ومثلا ايمن اشرف، هتلاقي محمود وحيد، هتلاقي عمرو السوليه، هتلاقي ديانج، هتلاقي حمدي، هتلاقي اكرم، هتلاقي عمار، هتلاقي احمد عبد القادر. يعني هيكون في بدايل جاهزه راس الحرب وعلى نفس المستوى. الاطراف الاثنين الافارقه اللي جايين، حسام حسن مع محمد شريف، كل يعني اللي بس يعني اداؤه ممكن ينزل شويه البديل اعيد له بره، مش عشان حاجه يعني يبقى في نوع من التنافس جاهزيه بس طبعا التنافس طبعا. ودايما احنا بنقول دايما لعيب النادي الاهلي عليه الضغوط، والضغوط دي لازم يبقى هو متعود عليها، لانك انت لو ما عندكش ضغوط عمرك ما هتسعد الجمهور اللي هو منتظرك. انا بشوف ان الجمهور في كل حته بيقابلونا الجمهور في منتهى السعاده، صحيح بيبقى
في غصه كده بتاعت غصة الدوري بسيطة طبعا ان الدوري راح احتمال كان في بعض الاخطاء. مين مننا ما بيغلطش؟ المدير الفني مش نبي، ممكن يغلط، اللعيب ممكن يغلط، الشناوي ياما فرحنا وياما شال، لما يغلط غلطه يجي يعني طبعا. لا طبعا. فانا بقول ليه انا ضد التيار، لان انا شايف ان هناك غرض، غرض سيء، انك انت عايز تحزن الجمهور، انك انت ازاي تفقد دوري. طب وتيم المنافس خد كام بطوله يعني؟ ما لا ما لا مش موضوعنا الله. بس يعني لا موضوعنا مفيش مقارنة. لا 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 اصلا مفيش مقارنة. ما انا ما التيم اللي بينافسني انا واخد 7 بطولات أو 6 بطولات والتيم المنافس واخد بطولة، فانت بتحزنني على ان انا واخد 6 بطولات فقدت دوري؟ ما هو لا تعليق، ما هي دي حاجة لا تعليق، ما في حاجات بتتقال ما بتقالش عليها تعليق اصلا، ان هي مش هرد يعني ملهاش رد. علشان كده انا بقول لجمهور النادي الاهلي يعني. من خلال حضراتكم المفروض ان انت تبقى فرحان بفرقتك طبعا، بادارتك، بجهازك، باللعيبه اللي موجودين. وطبعا ما فيش شك ان المباراه اللي جايه باذن الله تعالى اعتقد انه اللعيبه هيبقى في نوع من وفي التركيز وكل حاجه، لكن هتبقى الظروف احسن، الملعب طبعا افضل، التصوير، التحكيم، الحكم مش هيبقى بهذا السوء، ان ما بتديلكش اي حمايه في الملعب، وطبعا في بعض الاصابات بترجع. فطبعا كل الامور دي هتبقى في صالح الفريق اكيد في الماتش اللي جاي ان شاء الله. طيب رائع جدا. تحب حضرتك نكمل في الاهلي ولا نروح بقى نكمل في الاهلي؟ طيب. زي ما انت عايز. خليني اروح مع حضرتك برضو لنقطه اخرى فيما تختص بالنادي الاهلي. يعني حضرتك ذكرنا كم مشكله واجهتنا في الفتره اللي فاتت، واحنا داخلين على موسم كمان جديد، فلازم اكيد الغلطات دي يتم تلاشيها ويتم كمان وضع خطط جديده. انا ايه تاني ممكن يكون عندي كمشاكل المفروض انتبه ليها؟ يعني احنا اتكلمنا في الحمد لله دلوقتي اصابات خفت، تدعيمات جات لنا، اعارات رجعت، ولكن ايه تاني؟ يعني فكره هنا بقى الحاجات اللي انا ماليش يد فيها زي الاجهاد، التوقيتات، الحاجات اللي زي كده. انا مش هتكلم بقى عن طقس برضو ده، لان انا لاعب محترف ما عنديش مشكله ان انا العب تحت اي طقس وبيأثر، بس انا المفروض اكون عارف او واخد بالي ان ده ممكن يكون موجود. بس الحاجات اللي ماليش يد فيها برضو دي ازاي ممكن يتم معالجتها لو تم تكرارها مره ثانيه؟ هو النادي وفر اجهزه للاستشفاء قويه جدا وباسعار ارقام عاليه جدا علشان عمليه الاستشفاء وعمليه الاصابات. احنا شفنا الشناوي بيتعمل له علاج على اعلى مستوى صحيح. في العالم علشان يرجع بسرعه ان شاء الله. علشان نتفادى الكلام ده يبقى احنا ما ينفعش انا كبني ادم في العالم كله، هتلاقي العالم كله بيلعب بالليل الا وحتى هناك درجات الحراره هم احنا بنبقى حرانين جدا وهم لابسين جاكيتات والمطر نازل. ربنا خلقنا لحم ودم، ما ينفعش ان انا ما اتاثرش بدرجه حراره 40 ورطوبه عاليه. ما ينفعش ان انا اتاثر. احنا اتكلمنا مع حضراتكم قبل كده ان يعني تفائلنا خير برئيس الاتحاد الافريقي انه قال هيبقى فيه فار. ما بقاش فيه فار. ما هو ده اللي بتكلم. الملعب قلنا علشان يبقى فيه ملعب مستوي، لانك انت بتشتري لعيب بملايين، لعيبه بملايين، وانت بتعرضهم لاصابات خطيره جدا. فجانب ادبي وجانب معنوي وجانب مادي انت ما بتحمينيش. وضغط مباريات يا كابتن حضرتك لو ما فيش ملعب مستوي يبقى الفرقه ما تخشش. يبقى في لجنه في الاتحاد الافريقي بتروح تشوف الملاعب، الملاعب دي تصلح لكره القدم. حضرتك في الحكم وانت نازله المباراه يشوف اذا كنت لابسه خاتم ولا لا، يشوف الستارز ده علشان ايه؟ سلامة اللاعبين طبعا، سلسلة طبعا. فانت بتدور على خاتم وسلسلة والملعب وسايب الحفر في الملعب يعني. فطبعا دي كلها حاجات. فانا شايف انه يعني اكيد ان الفترة اللي جاية التلافي الامور اللي هي كانت سلبية اعتقد انها النادي حاطط ايده عليها. في بعض المراكز محتاجة تدعيم في فترة يناير. أنا بشوف إن شاء الله لجنة التخطيط ومع طبعا شركة الكورة هتبقى تتولى الملف ده مع كابتن محمود، عارفين إيه. لأن النادي الأهلي معروف في العالم كله إنه نادي بطولات وبينافس برشلونة وريال مدريد على البطولات، وبالتالي مش هينفع أبدا إن أنا
يبقى عندي قصور في اي حته. ولو ضغط المباريات يعني تكرر مره ثانيه انا هتصرف ازاي؟ ما هو هيتكرر، ما هو هيتكرر بنفس المنوال. مش هيبقى بنفس المنوال، لان انت جبت سبع او ثمان عناصر جديده. كويس. الحاجه الثانيه هيبقى يعني محمد محمود قفشه، طب محمد محمود موجود، وليد سليمان موجود، فيبقى مش هيعتمد على قفشه بس. هيدي لمحمد محمود، وبعدين في فترات طب قفشه ماشي، طيب ربع ساعه نص ساعه مريحه منزل وليد زي ما حصل مثلا الماتش اللي فات. وهكذا. طب لعب اكرم الماتش ده، اكرم الماتش اللي بعديه هاني. يعني عندنا تصدي دلوقتي لاي جدول ممكن يكون مرسوم او هيتم. علي يعني معلول السنه اللي فاتت الموسم الماضي لما اتعور قعد اربع شهور. طبعا ما كانش فيه باك ليست. صحيح. فدي طب الامور دي وعانينا كتير جدا في الفتره دي عموما. بس يا كابتن عادل عشان الوقت ما يسرقناش وعايزين برضو نعرف سريعا كده رؤيه حضرتك فيما يتعلق بالمنتخب بقى، كيروش وكيف رايت كيروش مع المنتخب والجهاز الفني المعاون ليه عموما حتى هذه اللحظه من خلال الماتشين اللي فاتوا، وهل تعتقد انه ممكن يسيب بصمه زي اسماء كبيره سبقته في 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 اداره منتخب مصر فنيه؟ مش شرط ان هو كان ناجح بره في فرق ومنتخبات بره انه هيبقى ممكن يكون ناجح عندنا. هي البدايه ان انا لعبت ليبيا، ومع احترامي الكامل لتيم ليبيا الجو عنده والدوري اللي عنده ما يخليهوش يبقى على طول معسكر، على طول معسكر في تركيا. والدوري عنده ضعيف وطبعا للظروف اللي هم عايشينها، فاحنا بنبالغ جدا في عمليه ان احنا كسبنا ليبيا رايح جاي. دي حاجه. حاجه ثانيه بالنسبه للجهاز، بيقولوا ان الراجل شخصيه قويه جدا. انا وانا مدير فني وانا قاعد الجهاز اللي موجود معايا ما يقومش يوجه. لابد ان انا اذا انا يعني انت بتشوف في العالم كله، حضرتك بتشوف في العالم كله، ما بنشوفش غير فعلا اللي هو يعني الجهاز كله بيوجه. لا لا ده مستحيل. الشخصيه القويه، مستحيل الشخصيه القويه. تعرف المدير الفني القوي لما يكون قاعد مفيش لعيب بيقوم، مفيش مدرب بيتكلم، مش بيوجه، لان كل واحد ليه شغلانه. الحاجه الثانيه في العالم كله بتلاقي فيه مدير فني وفي الراجل المساعد معاه، وبعدين الباقيين كلهم شغالين تحليل حال اللعيب بيجري قد ايه والتغيير هيبقى امتى والحاجات دي. لذلك حضرتك لما بتشوفي اللاعب وهو نازل في واحد كده معاه ملعب او معاه نوتة كده يقول له انت هتجري هنا وهتعمل هنا وهتسوي كده. ده دي شغلته. انا عايز اعرف كروش معاه مساعد ولا معاهوش مساعد؟ ما هو معاه واحد خواجه. هل ده شغلته ايه؟ مساعد؟ طب والكابتن ضيا؟ طب والكابتن شوقي؟ لازم نطلع يقولوا لنا ايه مثلا الكابتن ضيا شغلته كذا ومسؤولياته كذا وكذا، مسؤولياته كذا، كابتن وائل مسؤولياته كذا. ليه بقى؟ زي في النادي الاهلي المدير التنفيذي يقعد اربع سنين، كل اربع سنين يتحاسب. موسيماني يجي موسمين وبعد الموسمين يتحاسب. فانا علشان احاسب جهاز يعني ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق ويوصلوا كاس عالم ويبقوا يعني في مكانه مشرفه، بس انا كجمهور حتى لو انا مش مثقف وانا مش عارف حاجه ابقى عارف ده شغلته ايه، بس علشان اعرف الشغله بتاعته اتقنها ولا ما اتقنها، عشان لما اجي احاسبه يبقى في حساب اقدر ان انا ما اظلموش وادي له حقه. احنا للاسف وقتنا خلص، ولكن سعدنا جدا بوجود حضرتك معانا، نورتنا وشرفتنا، ومره ثانيه كل سنه وانت طيب. انت طيب يا فندم، نورتنا يا كابتن عادل كالعاده حقيقي. ربنا يكرمك، ربنا يديك الصحه يا رب. نشكر حضراتكم على متابعتنا، وبكره ان شاء الله يتجدد اللقاء معايا انا وكريم و10 الصبح في الاهلي.